موضوع تقبيل اليد. تقبيل يد الصالحين والعلماء لا حرج فيه، لا حرج على الشخص المعتقد بصلاح إنسان وتقواه أن يكرمه، ومظهر التكريم يتمثل في عدة أمور: القيام عنه إذا دخل، تقبيل يده مثلا، العرف. نعم، بالنسبة للإنسان المكرم لا حرج عليه، أما بالنسبة للإنسان المكرم فالمسألة خطيرة بحقه، خطيرة جدا بحقه. إذا تعود هذا الإنسان أن الناس دائما تقبل إيده تقبل إيده تقبل إيده، في شيطان من جوا بينفخ في بقى بيقول له: شايف أنت شغلة كبيرة، أنت شغلة ما في مثل حكايتك. إيه نعم. ومن ثم يهلك، بصير عنده بقى طبيعة أنه الناس لازم تبوس إيده. ليش؟ لأنه الناس عودوه. فإذا دخل مرة على إنسان وجه واحد صافحه بتم ساعة يمكن هو زعلان، الناس كلها عم تبوس إيدي، ليش هذا ما ليش هذا شز عن هون؟ شو صار في هذا؟ هلك. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. فلا يعتبن أحد علي، أنا يا أخوانا أنا ضعيف، أنا مالي من هؤلاء الناس الربانيين الواصلين، أنا ضعيف. لذلك ما أحب أحدا إذا مد يده إلي إلا أن يمدها مصافحا فقط فقط. نعم، عندما أصل إلى هذا المستوى الذي لا أحذر على نفسي منه ساعتها ما في مانع، بس لسه ما وصلت. نعم، أسأل الله عز وجل لي ولكم الوصول إليه ومعرفة حقوقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفناء في ذاته حتى لا نبصر في الكون أسباب قوى طاقة حول شيء إلا منه. كل ما نراه أمام أبصارنا نرى فيها الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.